شهدت أمس قاعة كلية الطب حفل تخريج الدفعة الثانية من طلاب كلية العلوم القانونية والسياسية للقسم العربي البالغ عددهم 86 خريجا وخريجة. حضر المناسبة أمين الدولة في التعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور حسين مسار حسين ونائب رئيس الجامعة بالإضافة إلى عدد من الباحثين والأساتذة والمدعوين. تقرير محمود موسى الفيل. وسط عدد كبير من المحاضرين والباحثين في التعليم العالي بالإضافة إلى الأصدقاء وأهالي أسر الخريجين فضلا عن المدعوين، جاء الحفل الذي نظم خصيصا لتكريم الخريجين من كلية العلوم القانونية والسياسية الدفعة الثانية للقسم العربي بجامعة أنجمين الدفعة شمس العدالة البالغ عددهم 86 خريجا وخريجة. هذا وقد تخللت المناسبة عدة كلمات، من بينها كلمة الخريجين التي جاءت على لسان الطالب لقمان حسن إبراهيم، حيث رحب فيها بالحضور مقدما شكره لجميع من علمهم ووقف معهم منذ التحاقهم بالكلية حتى اللحظة الأخيرة، وهي فرحة التخرج طالبا من المسؤولين في التعليم العالي فتح قسم الماستر في العلوم القانونية والسياسية بالجامعة لأجل مواصلة مشوارهم التعليمي في السلك القانوني. وعليه فقد شهدت المناسبة تكريم بعض المحاضرين في الكلية والجامعة فضلا عن تكريم إداري الجامعة من عمداء الكليات ورؤساء الأقسام الذين لهم الفضل في تعليم وتكوين الخريجين منذ التحاقهم بالكلية. أمين الدولة في التعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور حسين مسار حسين قال إن هذه الدفعة تعتبر دعما لسلك القضائي، مؤكدا للطلاب إن الوزارة ستسعى بكل ما بوسعها لتحقيق المطالب والتوصيات. إنكم أيها الخريجين لقد طالبتم بافتتاح الماستر السنة الرابعة بكلية القانون، أنا أقول لكم إن شاء الله في هذا العام سيفتح هذا القسم. أقول لكم بأن جميع مطالب الطلاب من ناحية الأنشطة ومن ناحية الخدمات ستستمر، لأن هذه توجيهات صاحب الفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي كنو. وفي نهاية المناسبة وزعت شهادات للخريجين، وذلك تقديرا وعرفانا لما بذلوه من جهود مثمرة خلال 3 سنوات تلقوا فيها العديد من المعلومات التي تساعدهم في مشوار عملهم القانوني في المستقبل.